يوما بعد آخر تتسع رقعة الحراك الجماهيري داخل المخيمات احتجاجا على تقليص وكالة الأونروا لخدماتها الإنسانية والحياتية مع استفحال أزمتها المالية التي نجمت عقب قرار الإدارة الأمريكية قطع التزاماتها المالية. فهنا بمخيم الأمعري بمدينة رام الله تجمهر أهالي المخيم لإعلاء صرخة للعالم بأسره تطالبه بتحمل مسؤولياته في دعم الأونروا بما يضمن استمرار دورها في التخفيف عنهم. نوقفوا عن مساعدة الوكالة، يوقفوها، يرجعونا على بلادنا على فلسطين اللي احنا فيها، مش احنا ساكنين بعلف سردين، احنا اولادنا ضحوا بحالهم، ضحوا بكل شيء عشان ارضينا، بالاخر الوكالة تيجي توقف عنا المساعدات، الطوارئ، العيادة، المدارس، طول ما احنا لاجئين هم ملزمين فينا. انا بطالب بالعلاج، بطالب بالتعليم لاولادي، وبطالب انه كل حقوقنا تحت الوكالة، التأمين يرجع يصرفوا لنا اياها، كله كلصوه هدول، ما بنلاقيش علاج، ما بنلاقيش تعليم. وفي محافظة نابلس اعتصم موظفو الأونروا أمام مقر وكالة الغوث احتجاجا على فصلها قرابة 194 موظفا إلى جانب دق ناقوس الخطر بما تعانيه المخيمات من نقص حاد في الخدمات بعد تنفيذ الوكالة تقليصات طالت العديد من مناحي الحياة ومن بينها التعليم وسط تخوفات على عدم انتظام العام الدراسي الجديد. تم تبليغ 194 واحد من الموظفين في الضفة الغربية، ستكون النسبة كبيرة من الفصل في نهاية شهر آب. هذا الأمر أيضا هنالك تسارع في قضايا كثيرة جدا على المستوى السياسي، تتحدث عن تعريف جديد للاجئين، اللاجئ الفلسطيني هو اللاجئ الذي خرج من أرض فلسطين سنة 1948. تقليص وكالة الغوث خدماتها والتزاماتها تجاه المخيمات زاد من معاناة اللاجئين الذين يعتمدون بشكل رئيس على خدماتها في التخفيف عنهم وطأة العيش المر داخل هذه المخيمات المتهالكة، الأمر الذي يتطلب دعمها للحفاظ على دورها في حماية قضية اللاجئين من الاندثار أولا وتوفير الخدمات لهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم. على وقع تفاقم العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بعد القرار الأمريكي الجائر، فإن بوادر أزمة إنسانية بدأت تتسلل إلى المخيمات في ظل النقص الحاد في الخدمات الحياتية والإنسانية. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين، من أمام مخيم الأمعري للاجئين.